انا عندي تاخير في الحمل بقالي سنتين متزوجه وربنا ما اردش وحصل حمل. رحت للدكاتره كتير وقالوا لي ان انا محتاج اعمل منظار رحم. هل هو ده اجراء روتيني بنعمله لكل السيدات في حاله تاخر الحمل ولا لا؟ وهل في اي اسباب اخرى بتضطرنا ان احنا نعمل منظار رحم؟ اكيد يا فندم، لو في تاخر في الحمل ومفيش اي اسباب موجوده توضح سبب تاخر الحمل، او لو عملنا كذا محاوله حقن مجهري وفشل وعملنا ارجاع للاجنه وفشل ان احنا يحصل حمل، بنحتاج ان احنا نعمل منظار رحم تشخيصي لاكتشاف وتشخيص اي مشاكل موجوده داخل الرحم، وبالتالي نتعامل معها لتحسين فرص حدوث حمل. اما اذا كان حضرتك بتشتكي من الام شديده اثناء الدوره او نزيف شديد اثناء الدوره وبعدها، يبقى في اشتباه ان احنا عندنا لحميه داخل الرحم او ورم ليفي داخل الرحم، بنحتاج ان احنا نعمل منظار رحم تشخيصي عشان نشوف اللحميه دي او الورم الليفي ده حجمه ايه، ولو في امكانيه ان احنا نعمل استئصال للحميه دي او الورم الليفي، بيتم ذلك وبيكون عن طريق تخدير كلي بحيث ان احنا نحافظ لحضرتك على الرحم ونحسن فرص حدوث حمل او نوقف النزيف والألم اللي موجود عند حضرتك أثناء الدورة. ألف سلامة على حضراتكم، تابعونا في الحلقات الجاية للإجابة على الاستفسارات والأسئلة بتاعت حضراتكم.